عسلامة البنات، اليوم باش نوريكم كيفاش نتلهي بالسال دو با متاعي. اول حاجة نوريكم لو برودوي ماجيك اللي انا نستعمله. حاجة نحطو فيها، نصبو شوية تاع الماعون، فيرنيل، فوالا مو نتاع حوايج ملونة و مو نتاع حوايج بيض. ومعهم شوية خل أبيض. ونعبيوها الباقي بالماء السخون، نغطيوها، خذوها هكا طريف كيف كيف، نخليها بعض الدقائق باش يتفاعل كله مع بعض. فوالا تحط هكا تاك 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 بالكذايه. لهنايا نعاود كل شيء، نحكو بالدونتفريس باش يولي يلمع اكثر ويعطينا فريشور وريحه مش نورمال. ناخذو دونتفريس اي نوع، ناخذو شويه منه ونجيو نحطها على الشيشمه نتاعنا. ناخذو نفس البرودوي نتاعنا، نحكو بيه مرة أخرى اللافابو. وتوا كيما العادة ناخذو شوية دونتفريس ونحطوه نزقوا في اللمعان في بيته. ثم حاجة نحب ننصحكم بها، ديما 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 في التواليت نتاعكم تخليو شريقة كيف هكا، باهي بعد ما تكملوا تحكوا اللي باش تحكوه وتنظفوا، ديما تعملوا مسحة. وتوا ناخذوا نفس الخليط نتاعنا ونمسحوا بيه الباب نتاع الدوش. كل واحد عنده دوش يعرف انا فاش قاعده نحكي البلايص اللي تقعد بعد الدوش هذوكم كل نكت 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 هاكم تشوفوا فيهم. البرودوي هذايا فريمون الكل الكل ينحيهم وينظفهم، هاك التشبيبه هذاك الكل كيما تراو فريمون ينحي كل غريس وكل سوخه خاطرو بالخل. الخل فريمون معناتها ابار ان هو ديزانفيكتون قوي على الاخر على الغريس والفازت هذوكم. وتوا نوريكم الريزولتا فينال، شوفوا التواليت نتاعنا كيفاش نظافه، اللمعان، الباب تنحى منه التشبيب والوسوخه الكل، اللافابو كيف كيف يلمع، وما نحكي لكم شهادة على الريحة. واو 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 بالحق، جربوا واعطيوني رايكم، اكتبوا لي في الكومنتر وما تنسيوش ابوني فو.